يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك أيده الله تكثيف جهودي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين. ولي العهد رعاه الله، السلام هو خيار استراتيجي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد إثارة الفتنة وتدار من لبنان وإيران. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج: عريقات يثمن موقف الملك وتأكيده على تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين. فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية تدريجيا. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها لهذا اليوم: الخارجية الأمريكية لصحيفة الوطن، واشنطن تضمن التزام إسرائيل باتفاقيات السلام. الفريق الوطني: إصابات فيروس كورونا لم تتضاعف بعد العيد. أما صحيفة البلاد والتي نشرت: السماح بمرور الشاحنات البحرينية عبر الجسر، إجراءات تنظيمية جديدة بشأن عاشوراء. نشرت صحيفة الأيام في صفحتها الأخيرة صورة ظهر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو يرتدي كمامة من إنتاج شركة ماكلارين للسباقات والتي تمتلك البحرين أسهما فيها خلال شركة ممتلكات، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لفتت الصحيفة الأيام أن جامعة البحرين أعلنت أن امتحانات المسار الثاني سوف تكون في الفترة من 8 وحتى 19 من شهر سبتمبر المقبل، والتي ستكون عن بعد، إلا بعض المقررات التي تتطلب حضورا شخصيا فسيتم التعامل معها وفق الاشتراطات الاحترازية. نشرت صحيفة الأيام أن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني صرح بأنه تم رصد بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد إثارة الفتنة والتحريض وتهديد السلم الأهلي، حيث أنها تدار من إيران ولبنان. إلى صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قرر فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدرج خلال الاقتصار على أداء صلاة الفجر فقط يوميا ابتداء من يوم غد الجمعة. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أن المؤشرات الصحية تشير إلى استقرار وثبات معدلات انتشار الفيروس في المملكة منذ 48 يوماً. مع الإعلان عن استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا 1، نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتبة طفل الخليفة والذي جاء بعنوان سباقات. فإلى المقال. أعلن منظم سباقات الفورمولا أن حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط ستستضيف سباقين متتاليين ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 2020، وحرصا على سلامة وصحة جميع المشاركين والتي تعتبر أولوية قصوى، سيتم اتخاذ قرار السماح بدخول المشجعين للسباقين من عدمه في الوقت المناسب، وذلك بناء على التعليمات والتقييم الصادرين من قبل الجهات المختصة في مملكة البحرين، سواء سمح
بدخول المشجعين للسباقين أو لا، فإن مجرد إقامة السباقات هو بداية خير لإحداث حركة في الوضع الرياضي والاقتصادي أيضا. نقرأ من صحيفة البلاد أن مدير إدارة جمارك المنافذ البرية بشؤون الجمارك محمد العيسى صرح أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية تقرر السماح للشاحنات البحرينية العابرة للسعودية المحملة بالسلع فقط بالمرور عبر أراضي المملكة العربية السعودية خلال منفذ جسر الملك فهد، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأربعاء. نشرت صحيفة البلاد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دشنت صفحة جديدة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، والتي تتضمن معلومات وأدلة إرشادية شاملة للمستثمرين ورواد الأعمال حول كيفية تسجيل المستفيد النهائي في نظام سجلات. خط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان البحرين ونوع خاص من التقدم والريادة في المجال الاقتصادي. فإلى المقال. التطور الذي تشهده مملكة البحرين على كل الأصعدة مستمد من آراء نظرية وعلمية ساهمت بنوع خاص من التقدم والريادة في المجال الاقتصادي والنمو والاستقرار والمحافظة على المستوى رغم مختلف الظروف والصعاب. فبفضل تنويع القاعدة الاقتصادية ورسم الخطط المحكمة لنمو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، تبوأت المملكة المراكز المتقدمة في كثير من الدراسات التي تقوم بها المؤسسات والمراكز المختصة. وآخر الإنجازات حصول العاصمة البحرينية المنامة على لقب المدينة الأكثر جاذبية من الناحية المالية في العالم بحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي ل150 مدينة الصادر عن مؤسسة إيرينك. أن تتصدر عاصمتنا المنامة مؤشر الجاذبية المالية الدولي دليل على الدعائم القوية للاقتصاد الوطني وتمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات المالية العالمية بكل قوة واقتدار. نتحول إلى صحيفة الوطن، حيث قال الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا إنه سيتم إعطاء التوصيات بشأن ارتداء الطلبة من الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات والفئة العمرية من 5 سنوات حتى 12 سنة للكمام أثناء عودتهم للمدارس. نطالع من صحيفة الوطن أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح عن إطلاق مجموعة من الخدمات المتعلقة بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية. وبقلم الكاتب فيصل الشيخ نقرأ مقالا في صحيفة الوطن، والذي جاء بعنوان الرهان عليك يا مواطن. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. حتى تثبت اللقاحات التي أنتجت وتلك التي استخدمت في التطعيمات التجريبية فعاليتها وقدرتها على الوقاية والشفاء، فإن الواقع يفرض علينا الآن التعايش أكثر مع وجود فيروس كورونا في الأجواء. العودة للحياة الدراسية للطلبة وإعلان استضافة حلبة البحرين الدولية لسباقين للجائزة الكبرى للفورمولا 1، وأخيرا وليس آخرا الأخبار المعنية بتنظيم إجراءات إقامة الشعائر الدينية وعودة الصلاة في المساجد، كلها مؤشرات إيجابية بشأن العودة لنمط الحياة الطبيعية. يبقى الرهان على استمرار وعي وحرص المواطن وتحمله لمسؤوليته.
إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.